معانا صينيه كنافه نابلسيه النهارده. الجبنه دي جبنه عكاوي او جبنه نابلسيه، ازاي تعمليها؟ ما لقيتيش الجبنه دي ولا الجبنه دي، تعملي جبنه موزاريلا، وازاي تحليها وتاخد طعم الشربات، هي دي الخبره الطهويه. هنعمل كنافه النهارده، صينيه لطيفه وجميله، احسن من اللي بتاكليها بره. الحلواني لازم عنده ميه الزهر دي في ايده على طول. وتخش مطبخ الحلويات تشم ريحه ميه الزهر من على اول الشارع، اهي ميه الزهر اهي. هنعمل زيهم كده، واللي بنى مصر في الاصل حلواني، دي ميه زهر اهو. هشتغل انا على الكاونتر ده اهو كده، انا عقمته، لا ريحه بصل ولا ريحه ثوم. معانا كنافه، معانا جبنه، يا اما جبنه عكاوي يا اما جبنه شيدر عينيه. حاضر، بس اروق الكاونتر بتاعي كده، ومنديل ورق كده، دي اهم نقطه خلي بالك، لان الحلويات زي الكنافه زي البسبوسه اول ما تشم ريحه الثوم ولا البصل ولا السكينه بتزعلي طبعا، لانك بتبقي مكلفه سمنه بلدي وكنافه وكل حاجه دي كده زي كده تكون انت بدون قصد حتى توم على الكاونتر على الرخامه، قشرتي توم، سبتي قشر بصل وهكذا. حلو الكلام كده، انا جاهز للحلويات. ونرجع لموضوعنا الكنافه النابلسيه. حلوه، بنجيب الخلاط او الكبه، بسم الله الرحمن الرحيم. دي عايزه شويه شغل وعايزه تركيز شويه، عشان انك تعملها في البيت ده مجهود وحب. ان ست البيت تعمل حلو صعب شويه، معروف في بعض المطاعم بيبقى ده صعب جدا. ليه؟ احنا متعودين ناكله بره بالشكل ده وبالطعم ده، فان احنا نعمله في البيت بتبقى المهمه صعبه شويه. الكنافه بتاعتنا بنسيبها متعرضه للهواء كده، عشان عايز اكسرها شويه اهي. الكنافه دي، الحلاوه دي، الشقاوه دي اهي، باخدها بحطها في الكبه. خلي بالك عشان السكينه تبقى معانا بالشكل ده كده ونفرمها كده شويه. خلص الكلام ده اللي انا عايزه. هنشيل الكنافه من هنا. سر الكنافه مش في شراء الكنافه. بنشتري الكيلو الكنافه من بعض المطاعم باسعار باهظه بجد. يقول لك كنافه بالتمر، كنافه بالمانجا، كنافه بالفراوله. الكنافه هي سمنه بلدي يا اخوانا وحشو. انا بضربها في الخلاط بكسرها. هو الخلاط افضل، ولو هي ناشفه وطالعه من الديب فريزر ممكن بايدينا عادي. سؤال حلو قوي جيه اهو. بقت الكنافه جاهزه عندك. هناخد شويه كمان صغيرين بالامانه بالشكل ده كده. لازم تعملها في البيت دي على فكره، وهتعجب جوزك قوي على فكره، لان هو برضو عايز ياكل حاجه من ايدك حلوه في رمضان. مش كل يوم يا حبيبي وانت جاي هات لنا بوله كنافه بالمانجا من عند المحل الفلاني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيره لعمل الكنافه بالجبنه. بعد يقول لك مغازي، نعم يا باشا، نعم يا ست الكل، نعم يا امي، نعم يا اختي، نعم يا زوجتي العزيزة. الكنافة ازاي بتبقى سايحة تحت الكنافة، تحت سوري، الجبنة بتبقى سايحة ازاي تحت الكنافة؟ بتجيبي صينية زي دي كده، بتتينيها سمنة حلوة بالشكل ده كده اهو. حلو، وعايزة الكنافة تتحمر معاكي بسرعة. قولي في سرك كده، صلي على الحبيب قلبك يطيب. معاكي شوية سكر بودر، مع السمنه البلدي اللي هحطها دلوقتي،
سكر البودر على الكنافة في حالة التقليب وفي حالة التحمير يسرع من تحميرها. خلص الكلام. نضغط عليها بالراحة كده. البصمة دي اسمها كنافة بصمة. تبقى رؤياها كده تقريبا بتعمل 5 ملي. ناخد الشوية الناعمين دول زي الفل ونشيل ده من هنا مش عايزينه. حلو قوي. معانا شوية سمن بلدي على طاسة شديدة الحرارة. خلي دي كده هنا. ده مهم جدا على فكرة. واسق الكنافة دي يا عم الشيف شوية سمنة بسرعة كده. تمام. ونسيب السمنة دي تسيح شوية. النار دي بتنطفي ليه مش عارف. تمام. على السمنة بتسيح معايا. أنا عايز الشغل كله يطلع في واحد في وقت واحد. تعالوا نغرف مع بعض المكرونة بتاعتنا. الضغطة دي مطلوبة. جماعة الحلوانية بقى اللي هم مشهورين بالكنافة يجيب لك صدر كنافة أصغر بالتاني ويضغط عليه كده ويقوم يقف يمشي عليه والجو ده كده. أنت بإيدك أهو زي الفل. أو بطبق أوفال عادي أصغر من الصينية واضغط عليها. الحركة دي مطلوبة. تفاصيل صغيرة معاني كبيرة وطعم جديد. خلي بالك أهم حاجة الصينية تكون أنت دهناها سمنة كتير من تحت. حلوة. هناخدها زي ما هي كده ونشيل ده من هنا ونحطها هنا. الله عليك يا عم الشيف. شفت أنا حاطط الكنافة فين؟ على النار ومن وقت تاني نقلب كده. دي الكنافة ونحط عليها السمنة البلدي. شفت الحركة دي مطلوبة. أهي. فين الجبنة؟ حالا دلوقتي. زي الفل. تمام. برضو واحنا شغالين بنعمل الحركة دي. كده. على النار. الكنافة بتحمر تحت والسمنة بتسيح. وأنا شغال. دي مهمة جدا على فكرة. على عين البوتاجاز. زي ما أنا شغال. نرجع للكنافة بتاعتنا. بتجيب طاسة كده على النار عشان نشوف موضوع الجبنة ده الشيف هيتعامل معاها ازاي. ونحط الطاسة دي يا عم الشيف. اللهم صل على النبي. ومعانا من السبيت معلقة. بس انا عايز اوري لحضراتكم الفكرة. يعني لو ما كملناش النهاردة احنا مع بعض بكرة. احنا هنروح من بعض فين؟ كل يوم مع بعض. طاسة على النار بحط فيها شوية سبيت. دول كفاية. انا عايز اعمل الجبنة بتاعت الكنافة. معلقة سمنة حلوة. تسلم ايدك يا شيف. وحمر السميد ده في السمنه. خد التركايه مني بقى لعمل كنافه بالجبنه وفي نفس الوقت انا بقلب. سخنت في ايديا مفيش مشكله. حلو. بس السميته مع السمنه تسيح. شيل دي من هنا عشان الصوره واحنا مع بعض. واحده واحده. يلا معانا شربات يا شربطه او عسل. بنحط منه شوية كده ونقلب. أنا هخلص دلوقتي ما تقلقوش. وهحمر الكنافة كده. ساحة السمنة مع السميتة مع الشربات. نغذيها بشوية مية زهر. دي الجبنة. بس خلاص. هناخد دول يا عم الشيف ومعانا الجبنة بتاعتنا الجميلة. ننزل بالجبنة دي على الخليط ده. دي التركاية هنا بقى عشان الجبنة تشد معاكي. سيبيتها ناعمة سمنة بلدي شوية شربات مية زهر. سيبيتها ناعمة شوية سمنة بلدي شوية مية زهر. شفت القوام ده كده؟ ننزل بالجبنة. لا الجبنة تقطع معاكي ولا تفرط منك. ساحة الجبنة. نقلب. عينيا حاضر. ولفه للكنافه. انت ابن حلال والله يا فاروق. شوف الجبنه اهي. حاجه بسيطه خالص اهي. حلو. هناخد الجبنه دي يا عم الشيف زي ما هي كده. هوريكي بس الايه الخيوط الحريريه اللي بتشوفيها في بعض المحلات ويعمل لك شو وما احناش عارفينها جبنه ايه. انت على الاقل هنا مستخدمه سمنه حلوه.
انت عاملاها بايدك، بصمات الحب طالعه من بين اصابع ايدك، الشجاعه انك تخش المطبخ تعملي حلو معروف في بعض المطاعم طالع من بين ايدك. المفروض ان هي تتحمر من تحت من وقت للتاني. شفت الجبنه اهي، اوعى تحط الجبنه لوحدها، لازم سميته ناعمه معلقتين، سمنه بلدي معلقتين، شويه شربطه، شويه ميه زهر. يا شربطه، ادي الجبنه محتاجه لشويه شربات كمان، بس خلاص. الشربات اللي هو شربات البسبوسه او شربات الكنافه او بلح الشام زي ما انت عايز. السميت هنا بقى مع الشربات بيعمل عمليه توازن مع الجبنه، وهتديكي دلوقتي الشكل القوامي المطاطي بتاعنا، ونقلب من وقت للتاني. ناخد الجبنه زي ما هي كده اهي، شفت الجبنه اهي 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 على النار اهي. احنا معانا وقت قد ايه يا شباب؟ انا بس عايز التفاصيل الصغيره دي للساده المشاهدين. الله عليك، والله انت ابن حلال. خلونا نقدمها كده مع بعض. بجد اعمليها، جربي انك تخش المطبخ تعمليها، سهله خالص اهي. بس من وقت للتاني لف الكنافه، اوعي تنسيها، عندك بيبي صغير ربنا يخليهولك، جاتلك الناس المعزومين على الفطار اتشغلت معاهم، دي مهمه جدا على فكره. عينيا، حاضر. انا بس عايز اشوف قوام الجبنه للساده المشاهدين. بصي اهي بدات تشد اهي 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 اهي. هنحطها على الكنافه كده يا ويلي، ونوزعها بالراحه. وهي سخنه يتوزع، وهي سخنه وهي على النار. وانا معاكم اهو. تعملي بقى في الشربطه وتحطها كده، في الشربطه وتحطها كده، في الشربطه وتحطها كده، لغايه لما ايه تتوزع على الصينيه بتاعتك، في الشربطه وتحطها كده اهو. شفت الكنافه بالجبنه بتتعمل ازاي؟ في الشربطه وتحطها كده، في الشربطه وتحطها كده. وزعنا الجبنه على الكنافه. ده سهله خالص يا ام غازل، ده انا فاكره الموضوع صعب، لا اسهل من كده مفيش. وخلي بالك الشربات هو اللي هيسلك لك الاسباتيولا بتاعتك دي وانت بتشتغلي في الجبنه. زي الفل. نلفها كمان لفه ونيجي نقلبها مع بعض. مع بعض واحده واحده. يا رب احمرت ولا لسه؟ فسامحوني اذا هي لسه ما احمرتش جامد، هي محتاجه شويه نار عشان نبقى واضحين مع بعض. اللهم صل على النبي. اذا احنا متفقين على ايه؟ صلى على الحبيب قلبك يطيب. متفقين ان هي عايزه الوقت بتاعنا خلص، هي عايزه تلفيها على عين البوتاجاز شويه لغايه لما الكنافه تتحمر تبقى زي الشعريه وتتقلب كده. واحنا مع بعض نشيل دي من هنا عشان النجم الكبير ده يتحط هنا. نصلى على الحبيب قلبك يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الافكار دي يا ابو غازي؟ ربنا يبارك لك يا ابو غازي. ادي الكنافه، احنا اتفقنا قلنا ايه؟ دي عايزه تتحمر شويه، حلو الكلام، وتاخد وقتها على النار. ننزل عليها بالشربات، والشربات ده برضو اختياري. يعني اختياري؟ دايما بتوع الحلويات بيديك الشربات ده جانب الكنافه. سبع الصوت ده. اقرب شويه. يا ويلي، هو ده. ادي صينيه كنافه بالجبنه، والمفروض هي تتحط على النار شويه كمان، بس معايا مخرج شاطر بيقول لي وقتك خلص وانا لازم احترم الشغل واطلع. هو ده. ممكن تزينها بشويه فستق زي ما انت عايزه حسب الرغبه.